السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا المتطرف اللي في السويد اللي حرق المصحف الشريف، وخرجت مظاهرات حاشدة في كل دول العالم، وعدد كبير يعني من دول المسلمين في العالم تدين هذا الفعل السيء الرديء. وهنا عايز أناقش نقطتين في هذه المسألة، مسألة تاريخ حرق المصحف أو دور اللي بيحصل في الهجمات اللي زي دي بالنسبة للمسلمين والعلماء بتوع المسلمين، وبالنسبة ل اللي بيعملوا الموضوع ده أو بيهدفوا إلى الأذى النفسي والديني والعقائدي لدى أصحاب الأديان الأخرى اللي هم احنا يعني المسلمين، نوع حرق كتاب الله سبحانه وتعالى المحفوظ في كل الأزمان وكل العصور وفي صدور وقلوب المسلمين أجمع في العالم. يمكن بدأ تاريخ حرق المصحف بشكل حميد، أولا في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة سيدنا عثمان هو الخليفة الثالث من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. وكان وقتها وقع خلاف القراءات في حمص وفي دمشق وفي البصرة، فتم جمع المصاحف. طلب سيدنا عثمان من ستنا حفصة أنها تجيب المصحف اللي عندها، واعتمدوا قراءة واحدة المصحف وأحرق بقية المصاحف ما عدا صحابي واحد فضل محتفظ به نسخة من القرآن، وحصل لها خلاف. مش عايز أدخل في هذه القصة، بس يعني دي كانت البداية لتوحيد المسلمين حوالين كتاب واحد يجمعهم. لم يكن يتوقع سيدنا عثمان بن عفان أو أي من الصحابة وقتها أن يجي واحد أحمق متخلف يحرق المصحف لهدف الانتقام والكراهية والحقد. لكن اللي عايز أقوله برضو أنه إذا كان كتب عادية أحرقت وحفظها التاريخ وحفظها البشر، كتاب الله سبحانه وتعالى المحفوظ منذ الرسالة ومنذ 1400 سنة هجرية، هيحصل فيه إيه لما واحد غبي أحمق يحرقه؟ يعني يفتكر إن هو مش هيبقى موجود مثلا، هينهي من العالم؟ يعني كتب ابن رشد، فقهاء المالكية في الأندلس، ابن حزم قصدي، فقهاء المالكية مثلا في الأندلس اختلفوا مع ابن حزم، وأراء ابن حزم مسكوا كتب حرقوها وجابوا الحاكم و الخليفة يعني، وحرقوا الكتب وجابوا نص من الخليفة يقول لهم احرقوا الكتب بتاعت ابن حزم. كتب ابن حزم هو بشر موجودة، ابن رشد نفس القصة حصلت مع ابن رشد، تم احراق كتب ابن رشد برضو. زعيم الشيعة اللي اسمه الدليمي، رستم بن علي الدليمي، سنة 420 هجرية جابوا الكتب بتاعته لأنه كان بيسب الصحابة، وتم احراق الكتب. ومع ذلك رغم انه سيء بتذكر كتبه وبعضها موجود رغم انها تم حرقها وكده. كتاب الشفاء واخوان الصفا، كتب عايز اتذكر كتب ابن رشد، يجي 50 كتاب اللي اتحرقت لعهد المنصور، ترجم كان كتب لارسطو وكتب في الطب وكتب في الفلسفه برضه تم حرقها قبل كده. كتب الغزال لما دخلت المغرب، أمير المغرب أمر بإحراقها لما كانت واصلة فكرة سيئة إن هي كتب مهرطقة وكده، فقال لهم إن هو حتى لو أحرقته هو محفوظ في قلبي ده وفي عقلي وفي صدري، ده البشر مش يعني مش كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كتب كثيرة جدا طبعا، أبو حيان التوحيدي أحرق كتبه بنفسه، أبو حيان يعني مش عايز برضو ادخل، يمكن انا عملت فيديو عن الالحاد وتاريخ الالحاد في الاسلام واتكلمت عن المساله دي، لكن هو احرق كتبه بنفسه من نقي عن الناس، من انصراف الناس عنه، من قسوه الحياه عليه. الرازي اللي عنده 232 مؤلفا في الطب والكيمياء والبتاع، نفس القصه ان هو يحرق الكتب. دي جزئيه حرق الكتب العاديه. فكتاب الله محفوظ يعني مهما عملوا او مهما سووا او مهما حاولوا، لو حرقوا مليون نسخه من المصحف الشريف طز ايه يعني؟ لا هيقلل من الإسلام ولا هيقلل من قيمة القرآن. قيمة القرآن الكريم باقية بكلماته بتفسيره بالعلم اللي فيه بالنبل بالكرم بالأخلاق بكل العدالة الاجتماعية المساواة بين البشر، القيم قيم التسامح اللي جيبها الإسلام كلها موجودة في القرآن الكريم ومحفوظة في الصدور ومحفوظة على شرائط كاسيت وعلى سيديهات وعلى الإنترنت وفي كل عالم، مش محتاج. الجزئية الثانية المهمة، وقد يظن البعض أنها خروجا عن المألوف أو الموضوع، لكنها صلب الموضوع، أن العديد من المسلمين، آلاف من المسلمين وعشرات من العلماء الذين يدافعون أو يهبون ضد يمين متطرف حرق المصحف الشريف،
لا يهبون في بلادهم لقيم المصحف الشريف وقيم الإسلام وقيم القرآن. يعني عندهمش مشكلة إن ممكن ناس تأكل من الزبالة بسبب الظلم، بس يتحرر المصحف لا. ما عندهمش مشكلة أن الحاكم يطغى ويقتل ويعذب المسلمين الفقراء أو شعبه عادي، لكن يحرق المصحف دي مشكلة أكبر. يعني هؤلاء الذين أو بعض هؤلاء، يعني مش عايز أقول الكل، اللي يعني هبتهم لحرق مصحف ورق مطبوع، وإحنا عارفين ورق مطبوع وهو ليس يعني لا يمثل إلا اللي حرقه، لا يمثل إلا هذا المتخلف اللي حرقه الموقف، يعني لن يؤثر في الإسلام شيئا. لكن أظن أن الدفاع عن الفقراء والمضطهدين والناس اللي في السجون، الناس المظلومة، الناس سواء مسلمة أو غير مسلمة، هي قيم الإسلام وهي قيم النبي التي جاء بها. لكن يبدو أن مجموعة من الحكام في مجموعة من العلماء في هذه الأوضاع قوم يتطهرون، إنهم يتطهرون، إنهم يساندون الظالم، إنهم يساندون القاتل، إنهم يساندون الفاسد، لكن لما يتحرق مصحف لا إله إلا الله غضبة لحرق مصحف. طب ما المصحف ده هو اللي بيقول لك العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وإن الناس تعيش كويس، والكرامة، وإن الحاكم الظالم والحاكم الفاسد، واللي والمدلل والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو ما عندوش مشكلة في ده، بالعكس ده بعض هؤلاء العلماء يأتون بفتاوى تؤيد لهذا الحاكم أن يقتل المسلمين وأن يعذب المسلمين وأن يسجن المسلمين وأن يمنع الخير عن المسلمين وأن يمنع عنهم المال والحق والعدل والكرامة. لكن لو اتحرق المصحف لا لعرق المصحف الشريف. هذه مأساة حقيقية تشبه صدور نسخ مزخرفة وجميلة وبماء الذهب من القرآن الكريم توضع لدى البعض في المكتبات في البيوت فقط، لا استفادة مما يحوي كتاب الله ولا تطبيق لما هو موجود. لكن لما يجي يقول لك أصلا أنا عايز أطبق شرع الله، هو كذاب أساسا، ولا عايز أطبق شرع الله، هو عايز أطبق شرع الحاكم أو شرعه هو، هو عايز يجيب دين يألفه. يعني لو الدين ده يمس هو، يعني مش هيجي زي العلماء الأجلاء يعني عصر الصحابة وبتاع، لا. وهو للأسف اللي بيعملوا بعض العلماء دلوقتي، علماء الدين، يعني هو اللي كان يعملوا مع بنو العباس وبنو أمية، بعض خلفاء العباسيين وبعض الخلفاء الأمويين كتير، برضو كان في وعاظ سلاطين يقروا كتاب علي الوردي، وعاظ السلاطين يطبلوا الحكام و يتكلموا عن هذا الحاكم وهذا لصالح الأمة ولصالح الدين، والحاكم يعمل لصالح نفسه ولصالح العالم اللي مستفيد منه. فهذه هي المأساة الحقيقية للمسلمين. طبعا لن يؤثر حرق أوراق ليمين متطرف، لأن القرآن باقي في القلوب وفي الصدور حتى ينفخ، أو حتى ينفخ إسرافيل في الصور، باقي كتاب الله سبحانه وتعالى، و يضيء للبشرية وللعالم، وباقي التاريخ ليكشف دور هؤلاء العلماء في تبرير الظلم والهبة لأجل حرق مصحف. أشكركم.